أنا شاب عمري 21 عام، أصلي وأصوم والحمد لله، ولكن اعتدت على لعبة معينة، أسألكم عن الاستمرار فيها، هل أستمر أم لا بد من الإقلاع عنها؟ جزاكم الله خيرا، وأمارسها من أجل التسلية. اللعب من حيث هو المسلم في غنى عنه، المسلم في غنى عنه، إلا الشيء اليسير الذي لا يؤثر على الدين ولا يؤثر على طلب الرزق، الشيء اليسير منه مباح. أما الكثير أو الذي فيه إساءة إلى الدين أو تعطيل عن طلب الرزق فهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى ما ذكر اللعب إلا مذموما. نعم.